أرحب بكم باسم مؤسسة الدراسات الفلسطينية في مؤتمر البحث عن فلسطين ثغرات وأفاق بحثية. نفتتح هذا اللقاء بكلمة رئيس جامعة بيرزيت دكتور خليل الهندي، فليتفضل. أصحاب المعالي الوزراء وأعضاء اللجنة التنفيذية، رئيس مجلس أمناء جامعة بيرزيت، سيداتي سادتي، يسعدني أن أرحب بكم باسم جامعة بيرزيت وكذلك باسم مؤسسة الدراسات الفلسطينية التي يشرفني الانتماء إليها أيضا. لقد لعبت المؤسستان دورا حاسما في تشكيل الهوية الجمعية الفلسطينية وصياغة الرواية الفلسطينية وتقديم صورة فلسطين الحقيقية إلى العالم. فمنذ تأسيسها عام 1963 نشرت المؤسسة ما يزيد عن 600 كتاب بالعربية والإنجليزية والفرنسية، وهي تصدر دوريتين بالعربية هما مجلة الدراسات الفلسطينية وحوليات القدس، ودوريتين بالإنجليزية هما Journal of Palestine Studies and Jerusalem Quarterly، بالإضافة إلى تنظيمها لطيف عريض من الندوات والمحاضرات وتوفيرها للباحثين موردا كنزا يتمثل في مركز المعلومات والتوثيق التابع لها. من جانبها خرجت جامعة بيرزيت ولا تزال أفواجا من الخريجين لعبوا دورا قياديا في مختلف مجالات الحياة، فكان منهم قادة فكر ورأي وسياسة وأكاديميون لامعون ورواد أعمال وابتكار، حتى قيل بحق أنها حاضنة للقادة ومدرسة للتدريب على القيادة. وبالطبع ساهم هؤلاء جميعا في حمل رسالة الجامعة القائمة على التطوير والتنوير وإعلاء الشأن العام وخدمة المجتمع. أيها السيدات والسادة، يأتي مؤتمركم اليوم ليضيف إلى هذا الإرث العظيم للمؤسستين، ولا يسعني هنا إلا أن ألاحظ أن ما يقارب 70% من أوراق المؤتمر قدمها أشخاص يعملون في جامعة بيرزيت أو لهم علاقة وثيقة بها، حتى لا يصح القول دون ما إجحاف أن مؤتمركم ليس مؤتمراً تعقده المؤسسة في الجامعة، بل مؤتمراً تعقده المؤسسة والجامعة من ضمن شراكة يأمل الطرفان أن تكون شراكة استراتيجية. سيداتي سادتي، إن حضوركم هنا لهو في حد ذاته تعبير عن إدراككم لأهمية هذا المؤتمر. مع ذلك اسمحوا لي أن أشير إلى أن أهميته تنبع من ضرورة أن يكتب المقهورون هم بأنفسهم تواريخهم، ويبحثوا في مجتمعاتهم، ويستشرفوا مستقبلهم، وليس من مقاربة لوضع جدول أعمال بحثي في حقل ما أنجع من تحديد الثغرات وتعيين المسكوت عنه وما يقبع في زوايا الحقل وعلى تخومه. أخيراً أتوجه بالشكر نيابة عنكم للمؤسستين اللتين ساهمتا في رعاية المؤتمر، صندوق الاستثمار الفلسطيني ومؤسسة هاينريك بول، وكذلك لمن بذلوا جهدا عظيما في تنظيم هذا المؤتمر، وأخص بالذكر خالد فراج وسليم تماري وعبد الرحيم الشيخ. كما يجدر أيضا أن نشكر من قدموا أوراقا، وكذلك من سافروا من ما وراء البحار كي يكونوا معنا اليوم، مثل رشيد الخالدي ومحمد علي الخالدي وعصام نصار وبسمة قدماني. أتمنى لكم التوفيق في أعمالكم، ولكم الشكر جميعا. أدعو إلى المنصة الدكتور يواكيم بول، من مدير مؤسسة هانش بول الداعمة للمؤتمر، فليتفضل. Dr. Khalil Hindi, Dr. Salim Tamari, ladies and gentlemen, dear friends and colleagues at the Institute for Palestine Studies at the branch in Jerusalem and Ramallah, and dear friends and colleagues and dear researchers at the Beirut University.
It's a pleasure and an honor for me to be here representing the German Heinrich Böll Foundation and speaking at the opening of this conference on researching Palestine, or searching Palestine, as alluded to at least in the English title of the conference, and I assume the Arabic title, Al-Bahth an Filistin, carries the same sort of double meaning, researching and searching. In Europe, the US and beyond, Palestine, the contemporary reality of Palestinians, is subject to an enormous production of knowledge in numerous universities, academic institutes, Middle Eastern associations and societies, think tanks, etc. Mainly in social and political science, international relations, conflict studies. This research interest often derives from a political focus on conflict, on the Arab-Israeli conflict and its political and security implications for Europe, the US, other parts of the world, but seldom for the Palestinians themselves. I'm pleased to be at this conference today, therefore, which aims at defining the gaps and horizons, in research, against the background of the political situation for the Palestinians and the political situations the Palestinians are in, or the political predicament of the Palestinians, as it is often referred to. And I think that we, as international organizations active here in Palestine, have a role in participating in this debate and, more importantly, communicating its result and conclusions back to our constituencies in our respective countries. I think it is important to mention here as well, and I think it will be surely done by the organizers of the conference, that this event today and tomorrow is based on a series of meetings, workshops, discussions that happened throughout the past month, defining the subjects and different focuses of the conference, thus basing it on a broad approach to the subject. And specifically, I like to mention and to stress the importance of this, that focuses that are not always referred to from a European perspective, for example, like the social and political conditions of researchers here in Palestine. And particularly, I'd like to mention the situation in Gaza, the social and political situation that production of knowledge and research has to cope with under the siege and the almost complete isolation there, as well as the relations between culture and politics as it is part in the program of today and tomorrow. I don't want to take much time at the beginning of this day. I like to thank again, particularly Dr. Salim Tamari, Abderrahman Sheikh, and Khaled Faraj for the excellent cooperation and the spirit of partnership. And thank you very much. أدعو إلى المنصة الأستاذ الزميل جمال حداد مستشار رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الداعم لهذا المؤتمر فليتفضل. صباح الخير. ما حبيت ألبس الجرافي اليوم عشان تبغون البزنس بلبس الجرافي والأكاديميين لا عكستها اليوم أنا. السادة الكرام في مؤسسة الدراسات الفلسطينية، المؤرخون، الباحثون، الدارسون، الحضور الكريم حفظ الألقاب، تحية طيبة وبعد. إنه لشرف لي أن أكون اليوم ممثلا عن صندوق الاستثمار الفلسطيني بين نخبة من الباحثين والمؤرخين والخبراء في القضية الفلسطينية وتاريخها الذي أصبح قليلا من أبناء شعبنا يعرفه مع تعدد الأسباب وراء ذلك. من الوهلة الأولى عند الاطلاع على عنوان المؤتمر البحث عن فلسطين يخطر في بال القارئ وكأن فلسطين لا ذكر لها في الكتب أو الأبحاث التي أعدت على مر العقود الماضية إلى وقتنا الحالي، لكن المثير للاهتمام في هذا المؤتمر
أنه يصب كل اهتمامه على الواقع الفلسطيني والهوية الفلسطينية. ومن المثير للاهتمام أيضا أن هذا المؤتمر يسلط الضوء على جميع الأبحاث والدراسات التي أعدت سابقا في فلسطين وتحويل ثغراتها إلى آفاق بحثية تصب في نهاية المطاف بمصلحة القضية الفلسطينية وإخراجها من قضية لاجئين ومساعدات إلى قضية دولة تبحث عن مصالحها ووجودها على الخارطة العالمية. ومن هذا المنطلق قام صندوق الاستثمار الفلسطيني بالانضمام إليكم ليكون أحد شركاء المؤتمر، وذلك ضمن السياق العام للتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية، حيث أننا شركاء بالعمل ضمن برنامج متكامل بعدة محاور سيتم تنفيذه على مدار عام. الحضور الكرام، لقد قبلنا الصندوق مجموعة من القيم التي تشكل منبع لإلهام كوادره والعاملة فيه في تطوير البرامج والخطط الاستثمارية للصندوق، والتي تمثل ضوابط تنفيذ عملنا، وقد انعكس ذلك على أرض الواقع على شكل مشاريع استثمارية متنوعة ذات بعد تنموي مسؤول، هدفها النهائي تعزيز انتماء كل فرد منا لهذا الوطن الحبيب. وإن كان هدفنا النهائي هو الاستثمار من أجل الإنسان، لذلك فقد كانت لنا برامجنا التي نخصصها مباشرة لخدمة المجتمع ضمن قطاعات حيوية متنوعة. لذلك فقد امتدت رؤيتنا في الصندوق لتشمل برامج على صعيد التنمية المجتمعية، والتي تتعدى كونها عملا خيريا محضا، بل نعتبرها استثمارا مجتمعيا مستقبليا مستندا إلى قوته الكامنة في مجالات وقطاعات عمله. ووجودنا هنا اليوم ليؤكد انسجامنا مع دور المجتمع التي نطمح إليه. قبل أن أختم بس بحب أقول، وأنا جاي الصباح على الطريق كنت أسمع مرسية الخريفة، وتذكرت أنه جاي عشان مؤتمر الاستثمار، مؤتمر الدراسات البحثية، وتذكرت أنه لما قريت الوراء بيحكوا عن البحث في مجالات مختلفة، بس بدي أقول مارسيل ذكرني في البحث في الإنسان. ليش واحد زي مارسيل خليفة بيغني لفلسطين بهالشغف وهالحب وهالعاطفة؟ بفكر كمان إذا بتطرق المؤتمر للجانب الإنساني والبحث في الإنسان الفلسطيني بكون خطوة خطوة إضافية لقدام. وشكرا لكم جميعا. قبل أن أدعو الزميلة الدكتورة هنيدة غانم لافتتاح الجلسة الأولى، اسمحوا لي أن أستعرض لكم برنامج هذا المؤتمر بإيجاز. بدأت حصيلة هذه اللقاءات قبل حوالي عام بفكرة أن تعقد لقاءات شبه شهرية. جاءت الفكرة بتشجيع وتنظيم وإدارة من الزميل عبد الرحيم الشيخ الموجود بيننا اليوم، والزميلة الحاضرة الغائبة سامر سمير، والهدف منها البحث عن فلسطين بالمعنى المزدوج. أين تقع فلسطين في أجندات البحث العلمي؟ يعني معالجة لمستوى وجودة ومشاكل بحثية في أجندات البحث العلمي، وأيضا بالمعنى الثاني ما هي الثغرات الموجودة في أجندات البحث الحالي وما هي إمكانيات تجاوزها. هذا المؤتمر حصيلة 14 لقاء من هذا النوع، معظمها في مواضيع متباينة في العلوم الاجتماعية، هدفت إلى إعادة النظر بما هو مألوف ولكنه غير مبحوث، وفتح الباب عما هو مغلق مما يتوجب بحثه. شارك في هذه اللقاءات الشبه شهرية حوالي 30 باحثا في كل لقاء، عقدت في رام الله، ثم جاءتنا فكرة جمعها مرة واحدة في مؤتمر يفتح للجمهور، بحيث يجري التفاعل بين جمهور أوسع من الأكاديميين والباحثين وبين مقدمي الدراسات في هذه اللقاءات. عشان تاخذوا فكرة بس شو محاور هذه اللقاءات اللي جمعت في 6 محاور، سأتلو عليكم مواضيعها: البحث عن فلسطين ثغرات وأفاق بحثية، تعالج سياسات الخفاء والتجلي والعلوم الاجتماعية الفلسطينية كمعرفة استعمارية. المحور الثاني التاريخ الفلسطيني الحضور والغياب، والذي يعالج قضايا التأريخ.
المحور الثالث الفلسطينيون وقوننة فلسطين، والذي يعالج ثقافات التنمية والتنمية الثقافية. المحور الرابع سياسات الثقافة الفلسطينية وقوانينها. والمحور الخامس حول الجغرافيا، فلسطين الكبرى وفلسطين الصغرى، جغرافيات متخيلة. والمحور السادس والأخير غدا فلسطين وثغرات التنمية والاقتصاد، الذي يحوي 4 جلسات تتراوح من اقتصاد السوق وبيئة البحث التنموي في فلسطين وتطوير المدن الجديدة مثل المدن التي يجري إنشائها في فلسطين ومواضيع الخصخصة. إذن هذه اللقاءات التي جمعت في 6 محاور سيجري تداول فيها بين الباحثين والجمهور خلال الجلسات التي ستبدأ حالا بعد هذه الكلمة. بحب قبل أن أفتح المجال للجلسة القادمة أن أشكر إدارة وجامعة ورئيس جامعة بيرزيت التي استضافت هذا المؤتمر. أشكر الجهات الداعمة ممثلة بصندوق الاستثمار الفلسطيني ومؤسسة هنريش بول، وأشكر خصوصا الفريق الذي عمل جاهدا خلال الأشهر الماضية في إنجاح وتنظيم هذا المؤتمر بقيادة الزميل خالد فراج وجميع الزملاء الذين ذكرت أسماءهم في الورقة المرفقة عندكم. أرحب بكم جميعا وأدعو الزميلة هنيدة غانم لافتتاح الجلسة الأولى. شكرا. أهلا وسهلا بالجميع. أنا حكول أو خالد فراج قاعد حد بكل كل هذا بدك تحكي، بقول له بحاول أخسر قد ما بقدر بس ما بوعد. أقول إن برحب فيكم كليات كل يوم في مؤتمر اللي تنظم الدراسات الفلسطينية حول البحث عن فلسطين. مش رح أكشف سر إذا بقولكم إنه لما شفت عنوان المؤتمر البحث عن فلسطين صابني نوع من الارتباك، لأنه للوهلة الأولى البحث عن فلسطين، هل فلسطين مفقودة؟ يعني هل فلسطين ضائعة؟ أنا أعرف أين فلسطين، حدود فلسطين، لكن هذا كان الوهلة الأولى طبعا. وإحنا جايين من السوسيولوجي وعادة من علم الاجتماع، نحاول دائما أن نعقد الأمور أكثر من مجرد العنوان الأول أو من مجرد المشاعر الأولى التي تراودنا. بسرعة الارتباك أخلى مكانه لمجموعة من الأفكار اللي تواردت عندي. فلسطين حاضرة، ولكن هي حاضرة بمقدار غيابها. أنا برأيي هي طاغية، طاغية الوجود، طاغية بوجودها اليومي والدائم، ولكنها أيضا طاغية بمقدار فقدانها. بكلمات أخرى هي وجود محدد في الجغرافيا، نعرف كلنا حدودها وخارطتها، ولكنها صارت عصية علينا نعيشها من خلال تجربة الحاضر، ولكن الحاضر اغترب عنا وأخذ منا أو من المكان كل ملامح الإلفة التي كانت مكانا معينا لأحلامنا وأفكارنا وحنيننا إلى آخره. هي اقتربت عنا لأن السياسة بتشابك مع القوة وعلاقات القوة الموجودة تحاول اختصار الوطن إلى دولة، فنقع نحن أحيانا الباحثين في فخ الحديث عن الحقوق والواجبات واللغة والمكان المستعمر إلى آخره، ولكن يبدو دائما أننا نحاول أن نصف أو أن نقول شيئا عن واقع يرفض أن نعبر عنه باللغة. يعني دائما في ثغرة
في البحث، هناك في نوع من المشاكسة. يبدو أن المعرفة تبقى دائما منقوصة، لأن المكان أو لأن الوطن الذي يرفض أن يختصر في حديث عن دولة إلى آخره يرفض أن تتم صياغته كسردية معينة، خاصة أن فلسطين ما زالت منكوبة. على كل، لكي لا أطيل الحديث اليوم، أرحب بالدكتور رشيد الخالدي والدكتور عبد الرحيم الشيخ في الجلسة الأولى التي عنوانها شو عنوانها يا خالد؟ ضيعتوني، شايفين؟ البحث عن فلسطين، ثغرات وآفاق بحثية. المحاضرة الأولى دكتور رشيد الخالدي، الآفاق البحثية حول فلسطين. دكتور رشيد الخالدي هو أستاذ كرسي إدوارد سعيد في الدراسات العربية المعاصرة. الدكتور خالد عطلة، سوري كتير خالد، حقك علي. دكتور رشيد الخالدي هو أستاذ كرسي إدوارد سعيد في الدراسات العربية المعاصرة والتاريخ في جامعة كولومبيا في نيويورك، ومحرر مجلة الدراسات الفلسطينية بالإنجليزية. له العديد من الكتب حول فلسطين، منها الجدار الحديدي، قصة النضال الفلسطيني من أجل الدولة، والهوية الفلسطينية، بناء الوعي الوطني الحديث. ستكون ورقة الأستاذ أو الدكتور رشيد الخالدي حول الآفاق البحثية حول فلسطين. دكتور عبد الرحيم الشيخ، شاعر وأكاديمي فلسطيني، رئيس دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية ومدير برنامج الدراسات العربية المعاصرة في جامعة بيرزيت، وهو باحث في مؤسسة مواطن والمؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ومؤسسة الدراسات الفلسطينية. ويتركز عمله البحثي على القومية وسياسات الهوية الفلسطينية، إضافة إلى دراساته في النقد الفني والشعرية العربية والترجمة. كمان دكتور عبد الرحيم، راح تكون عنوان الورقة البحث عن فلسطين، سياسات الخفاء والتجلي، ولغة الشاعر حاضرة فيها تماما. دكتور خالد عطلة، باحث في العلوم الاجتماعية وفلسفتها، يدرس في دائرة علم الاجتماع والإنسان في جامعة بيرزيت، وقد صدر له كتاب النقد والثورة، دراسة في النقد الاجتماعي عند علي الشريعتي، وبالإضافة إلى مجموعة من الدراسات الأخرى. وراح يعطي ورقة اليوم حول العلوم الاجتماعية الفلسطينية كمعرفة استعمارية. كل واحد له ربع ساعة، وبتأمل إنه الالتزام في الوقت. شكرا جزيلا. مشان حملكم جميل فيها. السلام عليكم. أنا أشكر مؤسسة الدراسات الفلسطينية على القيام بتنظيم هذه الندوة، وأشكر طبعا جامعة بيرزيت على ضيافة هذه الندوة. هذا موضوع مهم جدا، البحث عن فلسطين في الغرب، في العالم العربي، وفي فلسطين موضوع ذات أهمية فائقة برأيي أنا، وموضوع لم يبحث كفاية حتى الآن. فتركيزي أنا اليوم سيكون على الأفاق الجديدة والقديمة في البحث عن فلسطين، خاصة في الغرب، ولكن أيضا في الوطن وفي العالم العربي. خلال السنوات الأخيرة نال البحث عن فلسطين وعن ظروف الشعب الفلسطيني اهتمام زايد عند الباحثين في عدد من الحقول البحثية. كان هذا التزايد في الاهتمام نتيجة لعدة عوامل، منها اهتمام الباحثين الفلسطينيين بدراسة مجتمعهم، تاريخهم، حضارتهم، صراعهم مع الصهيونية، ومنها أهمية المسائل التي تتعلق بفلسطين من الناحية النظرية، على سبيل المثال فيما يتعلق بدراسة الكولونيالية، الاستعمار. فلسطين لها مركز مهم جدا نظريا، وأيضا من الناحية الإخلاقية، لأن القضية الفلسطينية ذات أهمية إخلاقية وقانونية في العالم أجمع. ومع ذلك يبقى البحث عن فلسطين يتواجه الكثير من العقبات. سأتكلم اليوم عن الحقول، حيث نجد برأيي أنا عمل مميز
ومتقدم عن فلسطين بعد الحقول الأخرى، الحقول البحثية الأخرى التي تواجه مشاكل، عقبات، ثغرات، وبعد العقبات الرئيسية التي لا تزال أمامنا كباحثين حول فلسطين. إذن سأسأل، أين تقدم البحث عن فلسطين؟ وأين نجد الثغرات الأكبر في البحث عن فلسطين؟ ومن المعلوم أن في الماضي كان البحث عن فلسطين في الجامعات الغربية وفي الغرب قبل 48 وبعد 48 أمر بصعوبة، أمر صعب جدا، وهذا لعدة أسباب. تردد الأكاديميين الأمريكان والأوروبيين من القيام بالبحث عن فلسطين خوفا من الهجمات من زملائهم، من وسائل الإعلام الصهيونية، من الجامعات نفسها، وكان يخشون أيضا قطع المساعدات البحثية من المؤسسات التي تمول البحث أو من الجامعات نفسها. لذلك كان التهديد والوعيد الصهيوني ناجح إلى حد كبير في منع البحث عن فلسطين في الأكاديمية الغربية، وذلك لعدة سنوات بعد عام 1948. وكما تعلمون توجد عقبات كبيرة أمام البحث عن فلسطين في العالم العربي، طبعا لأسباب أخرى. لا يوجد لوبي صهيوني في العالم العربي، الحمد لله. يوجد لوبي الأنظمة العربية التي تخاف الكلام، تخاف من الكلام الصريح عن فلسطين والقضية الفلسطينية وأحوال الشعب الفلسطيني. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، أتذكر جيدا بحث قام به تنظيم أو مؤسسة تيم في بيروت من أجل الأكوا، اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا، في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات. وكان هذا البحث موضوعه الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني بالشتات. وكان هذا يمكن أهم بحث قام به فريق من الباحثين الفلسطينيين حتى هذه اللحظة، حتى أواخر السبعينات أو الثمانينات. ولم ينشر هذا البحث حتى هذا اليوم بسبب اعتراض عدد من الدول العربية، ومرمية لا يزال هذا البحث بسبب اعتراض هذه الدول. إذن بحث كان نتيجة عمل فريق مكون من حوالي 20 أو 30 من أهم الباحثين الفلسطينيين والعرب المتواجدين في بيروت في أواخر السبعينات والثمانينات انتهى واختفى، وما حدا شاف هذا البحث حتى هذا اليوم. هذا مثل للكتمان الموجود في العالم العربي فيما يتعلق بالبحث عن فلسطين. في الجامعات الغربية منذ حوالي 20 أو 30 سنة تحسن الوضع فيما يتعلق بالبحث عن فلسطين. يوجد طبعا عقبات، توجد، لا تزال توجد عقبات هامة أمام البحث الحر، ورأينا في جامعة كولومبيا جامعتي، رأينا في جامعة ديبول في شيكاغو، رأينا في جامعات أمريكية أخرى الثمن الذي يمكن أن يدفعه الباحث الذي يحاول أن يعارض بعض الأفكار الصهيونية، منها زميلي جوزيف مسعد، منها نورمان فينكلستاين، منهم أكاديميين آخرين. ولكن بشكل عام تحسن الوضع بالغرب إلى حد كبير، لدرجة أنه توجد إمكانية للحديث عن فلسطين في المجال الأكاديمي الأمريكي وفي الجامعات الأمريكية بشكل أوسع وأكبر من أي فترة مضت. وهذا التقدم سأتكلم عنه لاحقا. في العالم العربي لم يتحسن الوضع برأيي أنا. توجد حساسية لدى الأنظمة العربية تجاه فلسطين التي لم تتغير حتى الآن.
ونرى في فلسطين مشاكل أخرى، منها المشاكل التي تواجهها طبعا الجامعات الفلسطينية بسبب ظروف الاحتلال، ومنها المشاكل السياسية التي تعاني منها يعاني منها الشعب الفلسطيني. لم تتحسن طبعا أحوال البحث للفلسطينيين أم للأجانب الذين يريدون أن يبحثوا عن فلسطين. أنتوا أدرى مني فيما يتعلق بهذه المشاكل، مشاكل التنقل، مشاكل البحث، مشاكل الذهاب والإهاب إلى آخره، داخل فلسطين، خارج فلسطين، من فلسطين إلى الخارج إلى آخره. هذه مشاكل معروفة وتعيق دائما وأبدا بعد الأمور البحثية فيما يتعلق بفلسطين، ولكن هذه ليست أهم عقبات أمام البحث عن فلسطين برأيي أنا. من أهم العوائق للبحث عدم وجود المؤسسات الأساسية للبحث، على سبيل المثال التاريخي، أرشيف مركزي، أرشيف وطني، مكتبة وطنية، متحف وطني، جميع هذه المؤسسات طبعا مفقودة بسبب عدم وجود دولة فلسطينية. في دول أخرى، فرنسا، الولايات المتحدة، إسرائيل، تركيا، توجد جميع هذه المؤسسات قوية مدعومة من الدولة وتتمتع باحترام الجميع، وتعمل طبعا لتعزيز الرواية الوطنية عادة، ولكن تسمح للباحثين بالقيام بالبحث الحر وبإيجاد الوثائق أو المصادر لمعارضة هذه الرواية الوطنية. جميع هذه الوسائل طبعا مفقودة لدينا، لم يوجد أرشيف وطني، لم يوجد شبكة لربط الأرشيف الموجود في الجامعات والمؤسسات إلى آخره. طبعا الكثير من الباحثين يعملون الآن على ربط الموجود من الأرشيف أو من المكتبات، ولكن هذه الجهود لا تزال بديهية حتى الآن. وحتى لما نرى دعم خارجي للباحث في فلسطين، نرى إنه الأجندة أو الغايات والأهداف لهذه المؤسسات الأجنبية في الكثير من الأحيان هي التي تدير أو توجه البحث الناتج عن هذه الأموال. طبعا إذا يريدون الممولين أن يعرفون عن موضوع معين، هذا هو الموضوع المعين الذي يتم البحث عنه. هذا وضع غريب عجيب، وضع شاذ نتيجة لأوضاعنا الشاذة، وموجودة في كل الدول العربية على سبيل المثال لبنان، حيث الدولة ضعيفة. احنا طبعا دولتنا مفقودة كشعب فلسطيني، ولكن هي مشكلة عويصة هيمنت الـNGOs المنظمات الأجنبية على الأجندة البحثي أمر غريب وشاذ، ولكن نتيجة لضعف الدولة الفلسطينية. توجد طبعا مشاكل أخرى فيما يتعلق بالبحث عن فلسطين، منها وجود توجه عند الكثير من الفلسطينيين نحو أمور غير بحثية في التعليم. عندما أتكلم في الولايات المتحدة أمام جمهور عربي أمريكي يقولون لماذا لم يتم البحث عن فلسطين، لماذا لم نسمع ناس يدافعون عن القضية الفلسطينية. وأقول لهم طيب أنتوا بتبعتوا أولادكم وين يتعلموا؟ بتبعتون على مثلا جامعات يدرسوا التاريخ؟ بتبعتوهن على جامعات يدرسوا علم الاجتماع؟ لا، بتبعتوهن على جامعات يدرسوا بيزنس، قانون، طب، هندسي. هي طبعا جميعها حقول مهمة جدا ومهن محترمة إلى آخره، ولكن البحث عن فلسطين سيتم نتيجة لزيادة عدد الشباب الأذكياء المتحمسين الوافدين إلى مجالات مثل التاريخ، علم الاجتماع إلى آخره. وجميع
العرب الأمريكان الذين يوجهون أولادهم نحو البزنس ونحو الانجينيرينج ونحو الطب إلى آخره، هم حقيقة المسؤولون عن وضعنا الصعب فيما يتعلق بقلة العدد الشباب الذين يريدون أو الشابات الذين يريدون أن يدرسوا التاريخ أو علم الاجتماع أو المسائل التي هي في صلب البحث عن فلسطين. ما هي المميزات والأوضاع الإيجابية فيما يتعلق بالبحث عن فلسطين؟ أنا رأي أن عندنا كشعب فلسطيني مشكلة وهي غياب الدولة، ولكن هذا رصيد أيضا لأنه لم توجد رواية وطنية مركزية مفروضة من دولة قوية عند الشعب الفلسطيني. في مصر، في إسرائيل، في تركيا الباحثون مجبورون على مواجهة التيار السائد في دولتهم في بلدهم من قبل الدولي، من قبل النظام التعليمي، من قبل جميع مؤسسات الدولة. احنا ما عندناش هذه المشكلة. هذا برأيي أنا أمر إيجابي جدا فيما يتعلق بالبحث عن فلسطين وفي فلسطين. ما هي الحقول التي تقدمت في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالبحث عن فلسطين؟ أنا طبعا مؤرخ، ولكن أرى أنه في مجالات علم الاجتماع، في مجالات الجغرافيا، في مجالات ثقافية تقدما ملموسا وتقدما فعلا أدى إلى نتائج هامة جدا فيما يتعلق بالبحث عن فلسطين. ونرى ذلك من استعداد الباحثين الأجانب بالاقتباس من مصادر فلسطينية، بالاهتمام بهذه المسائل بالغرب وبفلسطين. برأيي أنا هذه الحقول الأقوى فيما يتعلق بالبحث عن فلسطين، وهذا نتيجة لقوة البحث في فلسطين وقوة الباحثين الفلسطينيين في هذه الحقول. نرى ذلك في فلسطين ونرى ذلك في الدول العربية المحيطة في فلسطين، حيث الباحثين الفلسطينيين المتواجدين في الجامعات العربية أيضا يلعبون دورا هاما في مجالات العلوم الاجتماعية، وأصبحوا مرجع لجميع العلماء الأجانب فيما يتعلق بهذه المسائل. وهذا صحيح أيضا فيما يتعلق بالأدب، فيما يتعلق بالفيلم والسينما ومجالات ثقافية أخرى. بالنسبة للمجالات الأقرب إلى اختصاصي، أي التاريخ، الأثار إلى آخره، هذه حقول تؤثر عليها نفوذ وتأثير الدولة، بسبب فقدان مؤسسات وطنية مثل مكتبة وطنية أو أرشيف وطني. طبعا في توجد ثغرة هامة بالنسبة للبحث التاريخي الفلسطيني وحول فلسطين، ولكن هذه نتيجة طبعا سياسات الاحتلال، ولكن نتيجة تقصير من مؤسساتنا احنا الوطنية. نستثمر بالكثير من أشياء، نستثمر الحمد لله بالتعليم، يجب أن نستثمر أيضا في هذه المجالات البحثية الرئيسية المهمة، الأرشيف الوطني، المكتبة الوطنية، الربط بين جميع الفلسطينيين في الشتات وفي الوطن فيما يتعلق بالبحث. طبعا صعوباتنا في هذا المجال هي أيضا نتيجة سياسة الاحتلال وهجمات الاحتلال على مؤسسات بحثية مثل مركز الأبحاث في بيروت سابقا وجمعية الدراسات العربية في القدس لاحقا ومؤخرا. ولكن طبعا أهم مثل لتدخل الاحتلال في هذا المجال في مجال الأثار، حيث الدولة الإسرائيلية تمنع وتسيطر على الأرض باستثناء بعض البقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وتمنع التنقيب، تمنع البحث الأركيولوجي في معظم مناطق فلسطين، منها طبعا القليل، منها طبعا القدس إلى آخره. طبعا لم يكفي أن نقول
أن الاحتلال هو يمنعنا من القيام بعمل ما. يجب أن تكون بإمكانيتنا الحصول على سبل وطرق على سبيل المثال للبحث مع جهات أجنبية مع أنه ستعارض ذلك سلطات الاحتلال في مجال البحث الأركيولوجي الأثري وغيره. وأخيرا سأتكلم قليلا عن التاريخ. هنا نجد الكثير من الإنجاز، إنجازات هامة ابتداء من الخمسينات. قام باحثين فلسطينيين في الأساس في فك الأسطورة الصهيونية منذ الخمسينات، وليد الخالدي، إرسكين تشيلدرز وغيرهم، وفيما بعد قام بعض المؤرخين الجدد الإسرائيليين بتفكيك بعض الأساطير الصهيونية الأخرى. ولكن فيما يتعلق ببناء سيرة موضوعية تشمل الرؤية الفلسطينية للتاريخ لتاريخنا، التقدم متفاوت المستوى ومتفاوت النوعية، وهذا لعدة أسباب. صعب جدا على الباحثين الإسرائيليين الذين فكفكوا وهاجموا الأسطورة الوطنية الإسرائيلية أن يقوموا برؤية، أن يقوموا بالبحث الموضوعي حول فلسطين. لم يفهمون شيئا عن الثقافة والحضارة واللغة والمجتمع الفلسطيني إطلاقا. أحسن المؤرخين الإسرائيليين ناس محترمين، في النهاية لم يفهمون شيئا عن صلب مجتمعنا. يوجد الكثير من الأجانب أحسن منهم، ولكن في النهاية هذه مهمة فلسطينية. علينا أن نعطي العالم صورة تعني بفهمنا العميق لمجتمعنا ولتاريخنا، وأن نضع أمام هذا العالم رؤية موضوعية، ولكن رؤية تشمل أراءنا وفهمنا لتاريخنا. إذن مع أنه ممكن أن يساهم الكثير من الأجانب والإسرائيليين بكتابة التاريخ الفلسطيني، في النهاية الواجب الأساسي يقع على عاتقنا. وطبعا من الضروري إيجاد مصادر وأساليب جديدة للقيام بهذا هذه المهمة. لم يبقى لي الكثير من الوقت، ولكن أريد أن أنتهي على نقطة، وهي أنه الذي يريد أن يفهم التاريخ الفلسطيني لازم يفهم تاريخ العالم أيضا، لأن إحنا مش بس جزء من العالم. هذا كلام سخيف. إحنا من أهم مناطق العالم المرتبطة بباقي العالم، وذلك بسبب أهمية فلسطين الاستراتيجي والديني والإخلاقي والقانوني الآخري. معنى ذلك، وطبعا هذا ليس أمر جديد، علينا إذن أن نطور فهمنا للصهيونية من الكاريكاتير الموجود عند الكثير إلى فهم عميق. علينا أن نفهم دور الهولوكوست، دور النازية في خلق ليس فقط الصهيونية، ولكن في خلق مشاكلنا احنا كشعب فلسطيني. علينا ان نفهم كيف تؤثر العوامل الداخلية السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة وفي اوروبا خلال المئة سنة القادمة، كيف اثرت هذه العوامل الداخلية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة لبريطانيا العظمى الى اخره. وهذه مسائل تتعلق جذريا بالتاريخ الفلسطيني. هذا ليس دراسة بريطانيا أو دراسة السياسة الخارجية البريطانية، هذا جزء لا يتجزأ عن دراسة تاريخ الشعب الفلسطيني. تاريخ الشعب الفلسطيني يشمل فهم ليس فقط تصريح بالفور، إنما أيضا السياسة البريطانية الداخلية التي أدت إلى تصريح بالفور. وكذلك علينا أن نفهم الحرب الباردة، دور الحرب الباردة في تأييد الولايات المتحدة لإسرائيل إلى آخره إلى آخره إلى آخره. هذه المسائل مسائل هامة، ويجب الجواب عليها بعمق وليس بطريقة سطحية. فلسطين مهمة للباحثين في العالم كله، لأنه فلسطين وقضية فلسطين تتعلق بمسائل عامة
إخلاقيا، قانونيا، سياسيا ونظريا، تتعلق بآخر مرحلة في الاستعمار الأوروبي في العالم، تتعلق بأسس وقضايا هامة جدا إخلاقيا وعالميا. لهذه الأسباب فقط، ليس لأن الشعب الفلسطيني بحد ذاته مهم، لأن القضايا اللي احنا متورطين فيها هامة جدا، يوجد اهتمام زايد في البحث عن فلسطين عالميا. حماس الشباب في الجامعات الأجنبية في الدراسة عن فلسطين، في البحث عن فلسطين، يتزايد سنة ورا سنة. إذا أردنا احنا كفلسطينيين أن نلعب الدور الرئيسي، وهذا واجبنا في البحث عن فلسطين، علينا أن نقوي القوي عندنا من إمكانيات بحثية، من طاقات بشرية، من جامعات مثل جامعة بيرزيت، وعلينا أن نواجه العيوب والثغرات والنقاط الضعيفة. هذا سيكون صعب جدا، خاصة بالظروف العصيبة التي تواجهنا دائما وأبدا كشعب فلسطيني، ولكن هذا أمر حيوي، لأنه إذا أردنا أن نغير وضع الشعب الفلسطيني، علينا أن نفهم تاريخنا، علينا أن نبحث بعمق وبصدق وبدون تردد في المسائل الصعبة والحساسة. وفقط هذا النوع من البحث المتنور ممكن أن يؤدي إلى التغيير في وضعنا كشعب فلسطيني. وشكرا. شكرا جزيلا للدكتور رشيد الخالدي. أعتقد أن وثيرة مجموعة من النقاط اللي راح تشكل أساس لنقاش لاحق، خاصة فيما يتعلق أعتقد بقلب المرآة اتجاه الآخر، والنظر إلى التعقيدات في المشهد العالمي من أجل فهم ما يحدث عندنا، وربما سيكون لهذا علاقة أيضا في إنتاج أو خلق وتشجيع باحثين للبحث في أمور أخرى غير فلسطين من أجل فهم فلسطين أيضا. أدعو إلى دكتور عبد الرحيم الشيخ من عندك، أوكي زي ما بدك، تقديم الورقة حول البحث عن فلسطين سياسات الخفاء والتجلي. طيب شكرا. يعني بمارس بعض الخفاء من هون، أسهل لخلط الأوراق. وسأبدأ من حيث انتهى الدكتور رشيد. شغال يعني مضطر تمارس الخفاء برمزية من فوق. طيب رح أبدأ من حيث انتهى الدكتور رشيد الخالدي، وسيكون حديثي في البحث عن فلسطين سياسات الخفاء والتجلي حديثا عن حضور فلسطين كجغرافيا وحاضنة لحركتين، حركة تحرر وطني وحركة استعمارية. صدف أنها حركة وطنية أو قومية هي الحركة الصهيونية، وسأبحث في التداخلات بين تشكل هاتين الحركتين وما تبقى من مفهوم فلسطين اليوم. وكون ورقتي البحثية تحمل النصف الأول من عنوان المؤتمر البحث عن فلسطين، أجد أن من الأيسر أن أذكر ببعض المداخل الأساسية التي ستكون مقدمة لورقتي. البحث عن فلسطين بالمعنى المزدوج يحيل إلى ثلاث قضايا أو ثلاث اهتمامات أساسية سأؤطر من خلالها القضايا التي سأبحثها في ورقتي. الإطار الأول هو ترسيم البعد المفاهيمي الذي سيتم من خلاله معاينة إنتاج المعرفة الفلسطينية وتحويلها من ثغرات إلى آفاق بحثية جغرافيا واجتماعيا وثقافيا. بلغة سياسات الهوية، ما هي فلسطين؟ من هو الفلسطيني؟ وما هي الحكاية التي تربط بينهما؟ البعد الآخر، تقديم مراجعة نقدية لحدود الدراسات التي كرست أو التي بحثت في سياسات التكريس والإقصاء في البحث عن فلسطين، والتي بحثت تاريخيا على نحو سياسي أو مؤسساتي أو فكري، بمعنى ما هي علاقات القوة التي حكمت تشكيل فلسطين، ما تفضلت به دكتورة هنيد غانم في البداية. وهذا هو موضع الشاهد هنا، مؤسسات وطنية هي التي تقوم بالإخفاء والتجلية. البعد الثالث هو تحديد الموضوعات التي سقطت أو تم إسقاطها من الدراسات الفلسطينية، أي ما هي قائمة الثغرات
بهدف إعادة النظر في حدود ما يشكل البحث الفلسطيني ومعنى فلسطين والفلسطينيين، أي تحويل الثغرات إلى آفاق. أما مداخلتي فتنقسم تبعا لهذه الهيكلية إلى ثلاث أقسام. في القسم الأول أتحدث عن المسألة الفلسطينية بين سياسات الخفاء والتجلي، بمعنى أن الحركة الوطنية الفلسطينية تاريخيا مثلت بالمؤسسة الأم، مؤسسة منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى امتداد تاريخها قامت بمجموعة من الممارسات السياسية والوثائق التاريخية التي سطرت لصياغة هوية الشعب الفلسطيني على امتداد العقود الستة أو الخمسة الماضية. ما سأبحثه هنا هو ما كانته فلسطين عند تأسيس منظمة التحرير وما صارته اليوم، يعني بين حدي مقولة محمود درويش كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين، بين ما أكبر الفكرة وما أصغر الدولة. هنا تقع مداخلتي. الجزء الثاني سيبحث في المسألة الفلسطينية بين استشراقين، بمعنى أن الحركة الصهيونية تدعي بأنها حركة خلاص قومي ليهود العالم، والحركة حركة التحرر الفلسطينية هي حركة تحرر وطني من مشروع استعماري تم التواطؤ عليه بين الحركة الصهيونية والمشروع الاستعماري الغربي. وفي القسم الأخير سأبحث في المسألة الفلسطينية بين الإطار وإعادة التطهير، ما هي الأسئلة البحثية التي تنتج عن هكذا معاينة. في البداية أشير إلى بعض القضايا المنهجية. أن الهوية الفلسطينية أو الحالة الفلسطينية ينطبق عليها القانون العام لتشكل الهويات، واسمحوا لي أن أقوم بإعادة بعض البديهيات، ولكن حتى أكرس المقولة التي أود الوصول إليها. من البديهيات العامة أن الهويات تتم هندستها من قبل حركات تحرر وطني، يعني الشعوب تخلق على يد حركات تحرر وطني وليس العكس. والحالة الفلسطينية ليست استثناء، حركة التحرر الوطني ممثلة بأبرز مؤسساتها منظمة التحرير هي من خلقت الشعب الفلسطيني ومن خلقت القصة الفلسطينية ومن حددت فيما بعد الأرض الفلسطينية. القانون الثاني أن الهوية هي ظاهرة حديثة في القرن 19، يعني فيش هويات أبدية أزلية سرمدية منذ بدء الخليقة، وبالتالي هذا يحيلنا إلى ما انتهى به دكتور رشيد الخالدي، أن تشكل الهوية الوطنية الفلسطينية له علاقة كبيرة بما حدث في أوروبا وبتشكل الحركة الصهيونية نفسها كتداعي من تداعياتها أو كانفعال بها إلى آخره. هناك مقولات متناقضة كثيرة. القانون الثالث هو أن عندما توجد الحركة الوطنية وعندما يوجد رغبة في صياغة حبكة وطنية لابد من صياغة الحكاية الوطنية، تحويل القصة الوطنية من الشفاهة إلى الكتابة، من المقولات العابرة من القرى الهائلة والمدن 415 أو 538 أو 36 الأعداد تتراوح إلى حكاية وطنية جامعة. هذه القوانين الثلاثة اكتسبت تعقيدا إضافيا لارتباطها أو مناهضتها أو مناوئتها للحركة الصهيونية بتدعي أيضا أنها حركة خلاص قومي، وبالتالي هناك تداخل كبير يجب التركيز عليه. تشخيص المشكلة أن نجاح الحركة الصهيونية في تحويل فكرة قومية عن اليهود إلى وجود هو إسرائيل يقابله فشل فلسطيني في تحويل الوجود الفلسطيني على الأرض إلى فكرة، يعني لحكاية وطنية جامعة أو تاريخ فلسطيني جامع. بين هذه المسائل النظرية أرغب في استعراض قانونين، ومن هنا جاء عنوان المداخلة: الخفاء والتجلي. الخفاء مورسة لكسوف فلسطين. كسوف فلسطين بمعنى أنه إحنا بنعرف الكسوف ظاهرة طبيعية، ولكن الفيلسوف رح نيجي على ذكره مارتن بوبر استخدم مفهوم اسمه كسوف الله. هناك ناس يتضخم لديهم تتضخم الذات تتورم ويصيرون يعبرون عن رغبة الله في البشرية، بمعنى يختفي الله وراء من يعبر عنه. هذا القانون يمكن سحبه ربما بكثير أو قليل من التعقيد على الحركات الوطنية، أن المؤسسة الوطنية حركة التحرر الوطني تقوم بدور المعبر عن رغبات الناس وآمالهم وخلاصهم. الخلاص مش فقط إلهي، في أدوات تخلص البشر، وبالتالي
يختفي المفهوم الأساسي لفلسطين وراء ما تحدد المؤسسة منظمة التحرير عن فلسطين على امتداد تاريخها. الأمر الآخر واللي أيضا يضيف تعقيد إضافي أن الحركة الصهيونية نفسها أعلنت نفسها ممثل شرعي ووحيد ليهود العالم، يعني أعلنت الوصاية على يهود العالم بما فيهم الفلسطينيين، بما فيه اليهود الفلسطينيين واليهود العرب، على الرغم من أنها قادمة من المعين الأوروبي. القانون الثاني قانون التجلي، وهناك في سؤال بالتاريخ يقال له السؤال الهومري، ما هو تاريخ حروب البلبونيز؟ هل هو التاريخ ما قاله هوميروس عن الحروب أم أن هوميروس كتب التاريخ؟ هنا السؤال يحيل إلى المؤسسة مرة أخرى، كيف كتب التاريخ من قبل المؤسسة الوطنية؟ في اعتقادي هنا يكمن العمل، يعني إذا كانت الأولى الجانب الأول هو الثغرة فهذا هو الأفق، كيف نستعيد حقنا في الرواية البرميشن تو ناريت على رأي إدوارد سعيد. طيب بنتقل للجانب الثاني وهو جانب أين هو موقع المسألة الفلسطينية بين استشراقين، وهناك كان بعض الجدل بين وبين بعض الزملاء المنظمين للمؤتمر والمشاركين في النقاش بأن يعني نقارن استشراق صهيوني باستشراق فلسطيني. هنا أطرح أنه نعم حدثت عملية استشراق مزدوجة أدت إلى نفي وتجزيم عناصر أساسية في الحبكة الوطنية الفلسطينية، ساهم فيها الاستشراق الصهيوني فيما يتعلق باليهود، تعريف اليهود يهود العالم، والاستشراق الفلسطيني بتعريف الفلسطينيين والفلسطنة وفلسطين تاريخيا. كيف تم ذلك؟ إدوارد سعيد بشخص المسألة ببساطة في أول وأفضل كتبه باعتقادي القضية الفلسطينية بأنه الصراع على فلسطين كان صراع حول فكرة فلسطين، ويشير إلى ذلك من خلال استعراض رسالة من حايم وايزمان إلى بلفور ب 1918 اللي بيشاركوا فيها في الرأي أنه اليهودي الصهيوني الغربي يشترك أو ينتمي في اعتقاده وتصوره عن فلسطين إلى المعتقد الغربي بأن فلسطين هي مكان مقدس، ولكن المشكلة الوحيدة فيها أنه فيها وجود غير غربي، يعني الفكرة غربية حول فلسطين الخلاصية، هاي فلسطين التي نزلت زيون الذي أنزل من السماء إلى الأرض، ولكن لا يوجد اشتراك في الوجود، اليهود مختفين من النسيج الجغرافي لفلسطين، وبالتالي فلسطين كانت فكرة يتم النزاع عليها. هنا يؤكد إدوارد سعيد ارتباط المشروع الصهيوني بالمشروع الأوروبي، يعني المسألة ما كانتش لا الهولوكوست ولا كانت اللاسامية في دراسات جديدة جيل أنيجار وغيره اللي بيحكوا، اختفى السامي اليهودي في القرن 19، يعني المسألة لا كانت اللاسامية ولا كانت الهولوكوست، كانت الرباط العضوي بين المشروع الصهيوني في تصوره عن أرض فلسطين وبين المشروع الاستعماري. إدوارد سعيد بيحيل على أنه كان في نوع من